مرحبا بكم، مرحبا بكل مشاهدين اللي تابعوا فينا اليوم. اليوم نهار 22 اكتوبر 2018، الحلقة الجديدة والحلقة الثانية من برنامج ميديا 24/7 معكم كامل عويش، مباشرة على راديو تونسي، راديو كل تونسي. مع ترافقني في البرنامج سميلتي المتألقة نرجس العيدي. عسلامة نرجس. مرحبا بك كمال، يعيشك. اليوم الحلقة الثانية من برنامج ميديا 24/7 على راديو تونسي. مرحبا بكم الناس الكل اللي بيشتبعونا مدة ساعة كاملة. إن شاء الله نرافقكم مع الانفيتي، فقرة الانفيتي وفقرة زابينج ميديا. أكيد تعودتوا، الناس كل تعودتوا برشا على الفقرة الانفيتي. الفقرة الأولى هي الفقرة الانفيتي، والفقرة الثانية هي سابين كل الميديا باش نتعرفوا على لي سيكتوريتي اللي تعملت الجامعة اللي فات. ضيفنا اليوم هو صحفي، تعرفت عليه اكيد في عديد من مهرجانات، وايضا من خلاله قاعدين نشوفه في البرنامج على تلفزه تي في، برنامج يحمل عنوان التقرير على تلفزه تي في. وكان قدم برنامج صابر في رمضان على تلفزه تي في في شهر الاثنين، شهر رمضان. ضيفنا هو ما يحبش يقول بين قوسين، ما يحبش يقول اسمه على جسمه، اعلامي وصحفي امام تاعو، يحب يقولوا له صحفي. ضيفنا اليوم هو الصحفي صابر المساوي. مرحبا بك صابر. اهلا وسهلا كمال، اهلا نرجس. مرحبا بك، انا منور بوجودي معاكم هنا في راديو تونسي. تحيه زاده للناس الكل اللي تابعوا فينا في راديو تونسي. ميرسي على الاستضافه. عايشك. برنامج حلو تابعته انا في الحلقه الاولى، هاني اليوم اجي في الحلقه الثانيه. مرحبا بك صابر، شرفنا بحضورك اكيد في استوديو تونسي، راديو تونسي، في برنامج ميديا 24/7. صابر، باش نوجه لك انا سؤال، يعني كان السؤال الاول، السؤال الاول خطير خطير جدا خطير جدا. صابر المساوي صابر المساوي، للي ما يعرفش صابر المساوي عن قرب ويحب يعرف معناتها بداياتك كيفاش كانت في المجال الاعلامي، كان تحكينا عليك وتحكينا على التجربه نتاعك هذه كيفاش كانت. والله اللي ما يعرفش صابر المساوي، صابر هو ولاد قرا معناها كوميونيكاسيون في معهد الصحافه وعلوم الاخبار. عملت تجربه ميكروسكوبيه في الدومين هذايا الكبير. فلا معناها ان شاء الله نكون فما ناس اقنعتهم بالاداء اللي قدمته، سواء في مقالات مكتوبه ولا ريبورتاجات مصوره ولا مكتوبه ولا اي ان كان نوع معناها المنتوج الصحفي الاعلامي اللي يتقدم. فوالا اليوم يعني تحكي لنا التجربه الاولى نتاعك في المجال الصحفي، يعني شنو هو التجربه الاولى اللي بديت؟ اول تجربه معناها كانت في الشان النقابي، كانت فما مجلة ناطقة باسم الاتحاد العام لطلبة تونس، وانا هذيك مدرسة نعتز بها برشا معناها نقابية. اي بيان سور، انا كنت كاتب العام تاع المركز تاع المكتب الفيدرالي في معهد الصحافة باسم اللوجات. دونك كنت هي مدرسة صنعت مساري في بعض الاحيان او في اغلبها في اني مشيت خطوة الاولى معناتها. اي مشيت في اعطتني ديزورينتاسيون معناها حتى في صحفيا. دونك بديت في الشان النقابي نلقى روحي فينالمون في الشان الثقافي، نمن بالتخصص وكذا. قلت دونك يا صابر شد روحك في الثقافي مادام انت مهووس بالثقافه، خاطر انا من اللي صغير نحب ديما ندخل المسرحيات الافلام كذا، حكايه غرام حكايه غرام. فوالا دونك فوالا هاني في الكلتوريال بتاتر تبدل الاقلام هذايا، اما صعيب برشا لانه يستهويني وحاجه نحسها كحاجه باهيه فين الخدمه، ناس باهين حتى لونتوراج نتاعك، لانه لونتوراج ياثر. اليوم انا مثلا ما نحبش نخدم سياسه لانه السياسه تتاثر عليا، حتى
في معاملتك مع سياسي مش كما معاملتك مع فنان. سياسي يبدا حازق روحه وكذا حتى معناه فنان عادي معناها حتى الفنانين اللي نعرفهم واللي نكلمهم معناها حتى تكونت صداقات ما كانتش تتكون لو كانوا سياسيين على كل. نعم صابر ادي قريت كما قلت قبيله في معهد الصحافه علوم الاخبار اسكو التواجد تاعك انت نهايه الدراسه تاعك انت اسكو التواجد التواجد اللي كانت مع البي فو الاخرين اسكو هو ثقافي ولا شنو التواجد اكزاكتومون بعد هو هو في الكوميونيكاسيون انا راه اخترت الثقافي لانه كما قلت لك الثقافي حاجه هكا تستهويني فهمت البدايه كما قلت لك بالشان النقابي كل شيء الثقافي نلقى فيه روحي اكثر من اي اي اكثر من اي دومين اخر اقرب لي مثلك اقرب لي اقرب لي لانه انا ملي حتى وانا صغير ونكتب شعر نكتب غنيات فما ناس اصحابي يذكروني في الليسي قبل في الكوليج كنت نكتب هكا الغنيات وكذا ونصور كنت عندي دوبلاش خرجوا وقت تليفوني تصور و 3 جي بي وكذا ومصوره قد هكا عرفتها وانا نصور وكذا دونك مغروم بالشيء هذا هذاك علاش اخترته معناها مشيت لها على غرام معناها العائله وقفوا معك باش تدخل الميدان الصحافه بيان سور اي بيان سور وقفوا معايا خاطر ابسط مثال معناها دارنا في صفاقس كي انا حبيت نقرا في معهد الصحافه في تونس هو خساره ما فماش معهد صحافه في معهد صحافه واحد في تونس في صفاقس دونك لهنا فما تضحيات معناها ديجا تحيه لامي بابا واخوتي الناس الكل اللي وقفوا معايا معناها باش انا وصلت جيت لتونس وصنعت زاد عالمي وصنعت جوي والحمد لله معناها فوالا هذه صابر البديد كنت بعد كومنيكاسيون الصحافه البديد تاكد شفتك وتعرفت عليك اتخفاخ تقدم قبل ما تدخل الميدان التوسع كنت مهرجانات تعرف قبل مهرجانات كنت تقدم برنامج تقرير وما تقرير على على الانترنت بعد قبل ما يتعاد على على التوسع التجربه الاولى التقرير اللي قدمته في في على الانترنت شو أيوة هل التقرير هل هناك الاختلاف بين التقرير اللي في الانترنت وفي التقرير اللي نعطيو تعطي فيه في التلفزيون دي في فوالا بيان سور هو فما اختلاف معناها في الشكل والمضمون وفي كل حتى في انا معناها قبل 5 سنين التالي و6 سنين التالي مش هو نفسه توا هذا دو دو التقرير كان في جمعيه الخليه الاعلاميه الثقافيه سي ام سي تونيزي كنا وقتها نوات وقتها كانت فما الارهابيين وكذا وفما الخليه واسم الخليه وكذا رضا بالحاج يحيى وقتها قاعدين دونك خرجت الخليه هذه وكذا اللي هي خليه اعلاميه ثقافيه ما هيش خليه ارهابيه دونك باش تقارع لهنا مشينا شويه فك اللي يقولوا انه الثقافه في مواجهه الارهاب وكذا دونك فوالا جاب برنامج التقرير تخدم كما هو ما كانش فيه الفو اوف ما كانش فيه الريبريك اللي موجودين توا اليوم هو في تلفزة تي في البرنامج هذايا عامل انا به بون كيف الحق نتاع ربي فما ناس تشجعني معناها وفما ناس معناها يشوفوني يقولوا لي والله يعطيك الصحه معناها برنامج ما فيهوش معناها كالثقافة البوز بعيد على كل شيء أنا فما مسرحية نمشي لها فما سينما نحكي عليها فما موسيقى في الشارع نمشي نحكي عليها شوية باباراتزي أخبار الفنانين شوية كذا سينو أكتفي بذلك معناها أنا بصراحة هذا هو كيفاش نحب نخدم في الدومين هذا نحب شكل البوز وكذا نجم تصير مرة أما برشا برشا ما لا علش صبر طارت اسم التقرير معناتها الناس معنا اسم التقرير يجيني طول تسميه نتاع حاجه سياسيه تقرير اخباري جوستومون علاش يعني تحديدا اخترت اسم التقرير وهو برنامج ثقافي معناتها فوالا عندك حق في السؤال معناتها ديجا سؤال باهي برشا باهي مش خطير اي مش خطير برشا دونك التقرير لانه كلمه تقرير مشات في المفهوم السياسي كنقولوا التقرير اليوم هو قبل كانت فما التقارير الامنيه أي. كنت فما معناها تسكي تقرير كان بعيد على الثقافه معناها اي كلمه فيها معناها التقرير والاقرار والمشتقات هذوكم الكل كانت بعيد على الثقافه دونك ما تلقاش يقول لك تقرير ثقافي يقول لك ريبورتاج ثقافي لكن تقرير اخباري اصطلاحا هو التقرير هو معناها ماده تقدم معلومات دونك جاء في شكل مصور لهنا سميناه التقرير باربيك معناها مانيش نفدلكو مقصودة يعني عن قصد مقصودة دونك
فوالا قلنا هات نهزوا هدايا للشأن الثقافي. الكلمة هدية خليها تاخذ حظها زادة في الشأن الثقافي، لأن كلمة عندها الحق علينا على أن تكون في الثقافة. بعدنا شوية على السياسي إن شاء الله. الناس الكل توا كانوا شافوا أنه التقرير راه نجموا نخدموا بها ثقافة مش كان سياسة، حتى الناس اللي كانوا قبل يكتبوا في التقارير يعرفوا أنه تنجم ثقافية، كانوا ينجموا يكتبوا الشعر خير من التقارير. صابر باش نحكيو شوية على التقرير. صابر دخلت الدومين التلسة التونسية، نحكيو برشا مواضيع أخرى. الدومين التلسة كنت في التلسة تي في، كيفاش بديت البداية تاعك انت على خاطر في الكواليس؟ قلت لي قدمت بعديد من البرامج، قدمت اول واحد التقرير وبعد باغلون تياتر وبلوس كنت معد البرنامج توانسا كيدز على تلزا تي في. هو تعاملي مع تلزا تي في كان من خلال معناها الاعداد، ما كانش لا منتظر لا مني لا حتى من إدارة القناة أني أنا نكون يوما ما عندي برنامج. أنا ديما في الإعداد لأن كنت جاي من مدرسة أخرى اللي هي قناة التاسعة، في شاركت في إعداد برنامج هو وهي للمريم بن حسين، ونوجه له التحية بالمناسبة لأنه فعلا معناها كان وقتها خدمة باهية، خدمة مع ناس باهية زادة، خدمة تعلمك شنو معناها خدمة وكذا. دونك كي جيت لتلفزة تي في كانت في الإعداد، عملت إعداد البرنامج توانسا كيدز أنا ولبنى الجويني، نوجه لها زادة تحية، إنسانة رائعة جدا صحفية متألقة وهي توا قاعدة تعمل في الإعداد متاع برنامج توانسا كيدز. دونك هي على رأس قائمة معناها هي المعدة متاع البرنامج معها فريقها الصحفي وكذا. فوالا بعد قلنا علاش ما نعملوش برامج أخرى أبار توانسا كيدز، لأنه في الإعداد وأنا وقتي متاع الإعداد نحب ديما نملى وقتي وكذا. دونك بالتشاور مع إدارة القناة كان فما برنامج باغلون تياتر كان في إطار اتفاقية مع المسرح الوطني التونسي، خدمنا باغلون تياتر، بعد جبنا التقرير موسم الأول بعد موسم الثاني. أي فوالا دونك فوالا الموسم الأول وهذا توا الموسم الثاني، معناه الموسم الثاني توا نهار الأربعاء 9 متاع الليل على تلفزة تي في، يتفرجوا في الحلقة الخامسة. شو في المحتوى؟ يعني شو في المحتوى؟ شوية سكوب تقول أنت. سكوب ده غير مش فما. سكوب فما أي فما مش نزوكم المعرض الكتاب. ايه باش نزوكم برشا حاجات اخرين باين ميزانش طابر عطينا عبر تيزي عاد ما عطينا شوي ميزانش شوي باش نحكيو على في باباراتزي على برشا معناها فنانين عاملين هكا من اي من تامر حسني برشا معجبين ربي يشفي تامر حسني ربي يشفي ان شاء الله. فوالا سينو زادا نحكيو في السينما في السينماتيك اسمه هكا هو ريبريك هذايا في السينماتيك، نعطيكم اخر الافلام شنو تحكي عليها وكل شيء. البرنامج نلقاو فيه سينماتيك، نلقاو فيه تياترو، نلقاو فيه باباراتزي، نلقاو فيه الارتيستو، نلقاو فيه وسادة تحكي مع بوزار، وسادة تحكي مع المواطنين في الشارع. اي لافينيو هذاك اي مش بالضروره في لافينيو لحبيب بورقيبه، لانه يعني برشا يسمع لافينيو اصلا يقول لك هاني في لافينيو، معناها في افينيو حبيب بورقيبه كلها افينيوات ديجا تحت الراديو فما افينيو معناها، اما احنا هذايا شارع والاخر افينيو. دونك فوالا اسمه لافينيو، كل مره نهبطوا للافينيو من لافيني عرفت لافيني يعني باللافيني. دونك كل مره نهبطوا للافينيو ونسألوا العباد على موضوع معين في الشأن الثقافي. صابر شوفوا لي رياكسيون سبونتاني سيرتو لي رياكسيون سبونتاني كي تعطون توقع منها كل شيء راهو حاجات ما كنتش تتصور من برا خضاني المحبه. صابر كانت عندك تجربه برنامج صابر في رمضان، صابر في رمضان مشيت فيه 23 ولاية زرتها في شهر رمضان وتعرفت على تقاليدها وعلى عاداتهم كيفاش في شهر الفطر، و23 ولاية في شهر رمضان حاجة يعطيك الصحة يعيشك والله يشهد أنا تسبيه بالحق صعيبة. كنت تحكي لنا كيفاش معناتها البرنامج هذا كيفاش معناتها 23 ولاية كيفاش زرتهم المصاعب اللي واجهتك واللي عشتها معناتها صابر في رمضان كان فكرة للأستاذ زهير لطيف
اللي هو المدير العام تاع قناة تلجة تي في، نوجه له تحية معناها، لأنه فكرة كانت فكرة أوريجينال بالرسمي، وحاجة أنا قدمت لي حتى في مسيرتي المهنية، أبار أنه السيد ذاك في مسيرتي زاد المهنية هو من بين الناس اللي كوتشاني في حتى كيفاش نقف قدام الكاميرا، وكيفاش كاميرا كما هذه ما عادش عندي قدامها تراك معناها، دونك هو اللي كان بدور الكوتش ويعطيني النصايح ويعطيني برشا يثبت في الديتاي وكل شيء. دونك كانت صبر في رمضان جيت قلنا هات نخدموها احنا في 24 ولايه، انت رقم من تونس بالطبيعة، فوالا كانت هي الحلقه الاولى خارج الجهات، كانت في طبرقه دونك فوالا قصدنا ربي. انا وملك عبود صحفي ممتاز وانسان بروفيسيونيل برشا، ديجا مش انا باش نحكي عليه، هو خدمته تحكي عليه، وحتى صبر في رمضان معناها الخدمة بركة بالإمكانيات الموجودة بضيق الوقت هذاك، حاولنا نوريه تونس الباهية، تونس معناها الأخرى، تونس الوجه الآخر متاع تونس، رأي تونس ما هيش فما ناس مش في بالهم تونس هي المنقالة، ولا تونس هي لافينو، ولا تونس هي المرسى، ولا تونس هي كارتاج، ولا تونس هي ما نعرفش أنا، تونس ما هيش هذيك، تونس بلادنا الكل، تونس معناها أي بلاصة في تونس وأي تصويرة في تونس هذيك هي تنجم تكون صورة تونس، معناها مش بالضرورة معناها تونس تحب توري عندك صاحب الجاوري تحب تقول وجه لتونس توريه منقال، عليه توري فيه منقالة ولا خاتم مثلا، توريه تنجم توريه الحناية اللي حبوا يهدموها النارين هذوم، تنجم توريه ما نعرفش أنا برشا حاجات برشا حاجات، معناها أنت اختار صابر. الحلقة الأولى شفناها حلقة من ولاية تونس كانت تجربة أوكي، أما الحلقة الثانية بدأت التحدي تعكدي في صابر في رمضان. الحلقة الثانية شفنا أنه صابر من تونس انتقل إلى ولاية إلى تبرقة ولاية جندوبة. علاش اخترت أساسا من شمال الغربي انتقلت المغامرة تعكدي؟ أوكي. صحيح كلامك، هو كنت لهنا الحلقة اللي قبل رمضان في المدينة العربي، وكما قلوا نحن التست هذه كبيلوت كوبي بيلوت وتعديت معناها، لأنه كانت ممتازة جدا زادة حتى للرياكسيون تاع الناس. خدمنا من تبرقة لأنه هو البرنامج كان في إطار اتفاقية شراكة مع لسنتري الشركة الوطنية للنقل بين المدن، ومعناها مشكورين وفرونا كامل أسطولهم من بنزرت لآخر نقطة في الجنوب، دونك يعطيهم الصحة. فاخترنا نحن تبرقة من بين الوجهات اللي حبينا نمشيوا لها أول مرة. علاش؟ لأنه نحن اليوم في حاجة لأنه ما نبداوش من المركز، وراو صابر في رمضان فعليا نبدا من الجهات، لأنه أول يوم في رمضان صابر في رمضان في رمضان بدا من الجهات، بدينا بتبرقة لأنه أنا أصلا ما فماش هكا ديسنتراليزاسيون نشوف فيها في البرامج متاعنا، معناها فما كما نقول احنا يعني لازمنا اليوم كديسنتراليزاسيون تاع الثقافه ودرا شنو ما لا شنو، اذا كان نحكيوا على الثقافه كيف كيف تونس والمنقاله والمدينه الثقافه حتى الجهات عندنا ما نشوفوا فيها، متميزين في مدينه الثقافه اوكي، اما حتى الجهات عندنا ما نشوفوا فيها. دونك مشينا للتبرقه، وكانت وقتها من بين السفرات اللي تبدا في اول يوم في رمضان أبار الخطوط الأخرين بيان سور، تنطلق من محطة باب سعدون كما تابعته في الحلقة الأولى، تابعوا السادة المشاهدين. مشينا لتبرقة، وفي تبرقة عملنا حلقة رائعة جدا فيها برشا طرائف، سيرتو الحلقة الأولى حصيلو أسكت ما تحكيش شبع ذا طرائف، أكيد أكيد طرائف، جبت قفة طرائف أنا وجيد أكيد مدام 23 ولاية وفي رمضان أكيد رب برشا طرائف، جبت قفة طرائف نحكي لكم أحكي لنا يا صعب الطرفة الأولى الطرقوفة الأولى الطرفة الأولى هي أني هبطت أنا ومالك في تبرقة درجين قبل شقان الفطر أول نهار في رمضان، يا فتاحي رزاق حصيلو الثاني أعمل هكا حصيلو. وصلنا قلت له مالك شنو نعملو تو، خزرت له انا خزرت له وهو خزر لي فرد وقت، قلت له شنو كيفاش تو نصوروا ولا نصوروش، لفيت اني قلت له ايا كيفاش تو كيفاش في كل شيء، هي القناه حتى نكونوا واضحين وفرت لنا كل شيء معناها
لوجيستيك وكل شيء معناها الوتلة متاعنا والنبات متاعنا وكل شيء تبقى نحن نختاروا الوتلة، هما مش باش يكلم لك الوتيل الفلاني، معناها انت تنسيق كامل انتم باش تعملوه، تنسيق كامل احنا، وهذاك باش يكون احنا عندنا الاكثر كيما نقولوا احنا احرار اكثر. دونك قلت له كيفاش، لانه مازلنا درجين على شغل فتره عملت روتار شويه الكار في وقتها، فما ترافو عطلونا شويه مشكور الساق نتاع الحفله مشى هزنا الريستورون غاديكا صورناها ديجا هذا يتعدى هزنا غاديكا وبدات لفت اني انا خزرت له قلت له اي كيفاش عرفنا واحنا رانا فعلا قادمين على مغامره بعد شغل فتر. صحيح احنا واداره القناه معناها في البرودكسيون احكي متفاهمين على شكل البرنامج، متفاهمين بيلوت كانت فاليدي وكنا ديما في حاجه لان نزيد نطورها اكثر. دونك وقتها كانت تحدي لانه ما زلت ما نعرفش شنو باش تعطيني الماتير. الحمد لله خرجت وقتها نلقى تزيريه ساعه شقنا معهم فطرنا في الريستورون هذيك فرحوا بينا فوالا. دونك من بعد انطلقت الحكايه. الحاجه الباهيه في صبر في رمضان انه تقريبا من الحلقه الثالثه الرابعه سي الحمد لله تعرف البرنامج وتسهلت مأمورية اكثر مع برشا مع السلطات، سهلت اكثر لانه ولاو يعرفوك. مش سهل انك تجيب معك معناها زميلك مصور وتمشي تقول انا صحفي، ومن بعد نجم يجي واحد اخر عنده سيف ما نعرفش درا شكون باش يعمل ما نعرفش انا اللطف على البلاد ويقول صحفي. دونك لازمك ما يثبت. دونك فما الناس زاد استنسوا بينا، فما ناس تبعونا معناها مش سهلة ديجا انه كل يوم من ولاية لولاية تسهيلات، فما ناس تبدا اهلا صابر اهلا مالك ولاو يعرفوني انا ويعرفوا المصور زميلي اللي معايا مالك عبود والناس الكل ولينا فرحين مسرورين. صابر احسن طرفه قلت لك في الاوف اللي هي في ولاية صفاقس في الجزائر في القرقنة، احكي لنا الطرفه اللي صارت لك في القرقنة. هي اخطر طرفه الحق، اخطر طرفه اخطر طرفه ما انه احنا طالعين القرقنة هذه اول مره باش نحكيها، راه تسمى بمثابه اكسكلوسيفيتي الراديو التونسي معناها احنا طالعين في قرقنة الفتره هذيك كان فما معناها بداح. اي احنا طالعين في قرقنة والفتره هذيك كان فما معناها مراقبه امنيه كبيره على القرقنة، لانه قيل فيما قيل انه فما ناس باش تحرق. فنحن طالعين جاءوا أمنيين مع احترامي للأمنيين الكل معناها تحية ومعناها ويعطيهم الصحة قواتنا معناها تحية قاعدة أمن. قالوا فلان وفلان من البلاصة الفلانية ما يطلعوش القرقنة. تحريت أنا هك من فما حاجة قلت لي شوف فما معناها، يعني أنا نخزر لها كماتير جورناليستيك تنجم تصلح لي مادة صحفية. قال لي أنت ما دخلكش، قلت له أنا ما معناها عندي الحق صحفي وعندي الحق نعرف. قال لي هذوك مش من قرقنا والواش طالعين غاديك باش يمشيو باش يحرقوا ورجعوا الناس الكل اللي مش قرقني انا ومالك مانيش قرقنا ومشينا اما بصفة الصحفي ومشينا ويجا ومد ورقة واردر دي ميسيون ولو ان القناة التونسية ومرخصة وهيت وقرب الله وكذا باش وصلنا غاديك زادة كيف كيف عرضونا حتى لين فاتت الكار. علاش قلت طرفة خطيرة؟ هاي طرفة خطيرة لأنه اليوم تجي أنت تمنع الحق في السفر. أنا فرضا لو باش نحرق نمشي أنا نطلع في لوت قرقنا البطاح نتاع قرقنا نطلع أنا ونمشي لأنه حقي في السفر هذاك وحقي أنا باش نمشي القرقنا ومن بعد أنت وقفني على الحدود وقت اللي أنا نحرق. حقك أنك ولا واجبك وحقك زادة أنك توقفني، مش أنت وحي يهبط لك ولا استيماسيون تقول شك باش يحرق. باهي انا عندي زملائين اي انا غني برشا انا ونحب نمشي القرقنة في بطاقة تعريفي عامل يومي وجاي من بلاصة مهمشة وعندي زملائين اي نعم ونحب نمشي نتفرد في قرقنة. حاجة خطيرة مشكلة ما هيش مشكلة يعني لانه الحق في السفر يضمن الدستور التونسي معناه تونسي قرقنة شنو هو تونسي ولا ما حكيتش عليها انا في صبر في رمضان بصراحة لا لي شيء إلا لأنه أنا وقتها في صبر في رمضان وما نعرفش لاحظتوها ولا والسادة المشاهدين يعرف ما حكيتش عليه لأنه ركز على الجانب الباهي في تونس كنت نجم نثير هالأحاديث الجانبية. أما لليوم فما الممارسات هذه
الله غالب الله غالب. سامحنا سيدي سورتو صابر وقت عطيت في الحلقه تاع قرقنا عطيت وقت في الليل البالتاج اون غوتار في الليل هذا ما وصلتي التصبيح هي صابر في رمضان تيلي رياليتي حبيت نقول الواقع العام الجاي ان شاء الله باش تكون بمثابه ديبتي دوك على جميع المستويات باش تتحسن صابر في رمضان باش تكون سيزون 2 قويه برشا ان شاء الله يا ربي على تلفزه تي في على تلفزه تي في ان شاء الله ان شاء الله مبدئيا ان شاء الله ان شاء الله تلفزه تي في هي بالنسبه لي انا فما ابارتونونس معناها فما انتماء لتلفزه تي في بصدق راهو ما نكذبش عليك راهو نجم بدل السيبور راهو كيما الناس الكل معناها ما ندخلوش فيك تلفزه تي في نجم شهر الاخر انا نمشي انا كل يوم كي نمشي لاي خدمه في سونس فيغوري نهز استقالتي نحطها في جيبي ونمشي نخدم والله والناس يعني الكل يحكي لي استقاله هي لا انا هذاك هو انا بصدق راهو كل 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 مؤسسه تخدم فيها معاك ورقه استقاله انا واحد من الناس هاو فما ناس يتفرجوا فيا من الزملاء ويقولوا لي صابر شبيك تفرفط مره جمعه لهنا شهر لهنا شهرين لهنا انا بصراحه في الدومين هذايا بالكيف هلا غالب والله بالكيف صابر اما بالكيف زاد يعني اما حقق للحق معناها تلفزه تي في تلفزه تعز علي برشا تسخر برشا بالكفاءات الشابه الاداره نتاعها في تعاملاتها مع الصحفيين تعاملات جد ممتازه هذه راي شهادتي انا دورت 3000 باه دونك لهنا فما علاقه باهيه بين الستابيليتي تاع التلفزه تي في ستابيليتي محلاها تلفزه تي في الناس الكل تفرجوا فينا في التقرير تفرجوا في باقه برامج تلفزه تي في باي ذا واي والله تفرجوا فيها باقه برامج تلفزه تي في حاجه باهيه برشا حاجه تقطع شويه مع السائد راهو انا هذا اللي نحس فيه نقوله والناس يعرفوني انا قسما بالله كما انا راهو ما عنديش انا ما انا حتى صابر في رمضان كنت سبونتاني نهبط نصور ما على باليش انا شعري ممشوط مش ممشوط لا لحية طويلة مش عادي صحيح في وقتنا توا مهم الميكاب مهم الموضة مهم الكذا مهم عندي انا مظهر في التلفزة يعني نظيف وجوك باهي تهبط تصور تخدم على روحك وكما انت وهذاك انا هذاك انا معناها فما ناس حبوا فيك سبونتانيتي والعلم لله جاوبنا فلسفس فلسفسين صابر مسائل دقيقة قبل ما نبتوا قبل ما نعطيوا الرجيل السبوت صابر اكيد شفناك في الدلسة اكيد سيدة قدمت في الهدنشة الاخبار على سمرة افهم شو الاختلاف بين الثقافة وبين الثقافة اللي دخلت فيها وبين بين قدم نشة الاخبار في الإذاعة سمرة افهم باللي جيس الخلف نعطيوا اوكي اقل من دقيقه صبر ديجا شوف صبر اف ام صبر اف ام خدمت فيها الاخبار الاخبار تختلف بيان سور على الثقافه لانه الاخبار كنت مثلا حتى في الثقافه تو بشكل اسبوعي نحكي على تجربتي في بشكل اسبوعي لاخر بشكل يومي لاخر تكون مطلع لازمك على كل شيء حاجه باهي في شنو فرق كبير هو حتى في الجنس الصحفي في الخدمه في كل شيء اما تعلمك الاخبار ومع فريق محترف ونحييهم ولتوا اون كونتاكت معاهم وكل شيء اداره وعمله واداره وكل تعلمك كيفاش تولي كل يوم تبحث عن المعلومه وكل يوم وتعمل لك فورماسيون كبير فوالا صابر بعد الفاصل باش تخليك لك انت باش تعملنا شويه بيتي سكوب شويه تقدم لنا نشره الاخبار اوكي يا اخويا ولا عطينا حاجه عطينا حاجه شويه نشره الاخبار تو على الداير معناها جيم بروفيز معناها على الداير يا سيدي تحيه طيبه مستمعينا الكرام واهلا بكم في هذه النشره الاخباريه ونستهلها بالعناوين صابر المساوي ينزل ضيفا على نرجس وكمال في برنامج 24/7 تحيه يعطيك الصحه يعطيك الصحه يمشي في بالي صابر المساوي شخصيه عظيمه راهو انسان حتى يعني كعمل صحفي معناتها في تقديم الاخبار مش حاجه سهله يعني ما شاء الله ميرسي والله شهاده نعتز بها نرجس عايشك والله يعيشك صابر بسلت معنا بسلت مش حكي برشا حاجات وما نتو باش نبداو ناخذوا ان بيتي سبوت بيبليسيتي فاصل فاصل غني وبعد فاصل نعاودوا نشعوا في البرنامج ميتيا فانكيت فيت تفضل هات نسمع Thank you.
وسهلا ومرحبا بكم على راديو تونسي، راديو كل تونسي، معكم كمال ومعكم سامي لبنى ومتألقة نرجس عياتي في البرنامج من دافع كادر سوتسات. شكرا على الناس اللي تفعلوا معنا، اللي تفعلوا معنا في العدد الأول اللي كانت معنا العالمية رفيعة الشريف، واليوم العدد الثاني معنا في الاستوديو، ما عرفش نقول استوديو تحليلي ولا ايه، مش عامل استوديو تحليلي اكيد، مع صابر المساوي. صابر باش يشارك معنا في الفقره نسابين الكوميديا، وبعد كان وقت شويه وقت عندنا برشا حتيت باش نحكيو معاه. صابر نتعداو الان نسابين الكوميديا مع
نرجس سابينك الاول حسب ما نعرف نرجس هي اللي نحكيو اللي صارت الجمعه اللي فات على الفيضانات نرجس نعم كمال اكيد الجمعه اللي فاتت الخبر اللي يعني محسوب توجد على الريزو سوسيو واللي تحكي عليه برشا معناتها في الإذاعة وفي التلفزة اللي الفيضانات اللي صارت مؤخرا معناتها في البلاد التونسية خاصة في القصرين في ريانا فوسينا زاد الكيف برشا ولايات تحديدا 19 ولاية صارت فيها الفيضانات هذه وهي حالة استثنائية كيف ما حكاش وزير كيما حكى رئيس الحكومة الشاهد معناتها لأنه في نهار 19 ولاية تشهد الفيضانات معناتها ما تصورناش معناتها حكاية كيف هكا تصير للأسف معناتها الفيضانات هذه كلفت خسائر بشرية ومادية معناتها وصلت 5 معناتها thank you.